السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نبدأ طرح نديرها عادة نذكر المبردعين عبيد البندية عبيد العصابة وأزلامها. روحوا شوفوا حاجة أخرى ما تشوفونيش بسكرة راح تمرضوا بقلوبكم لما تشوفوني، ومانيش باغي نتسبب في موت جرد ما يسهلش يسمعني. أنا خطب إلا الأحرار ليفهموا الأحرار لغة الأحرار، أما المبردعين ليفهموا اللغة الخشبية والكذب ويفهموا تعالى عيا طفي وروحوا شوفوا. كاينة النشرة تاع 8 مليحة، روحوا شوفوها في التلفزيون في اليتيم، ولا شوفوا في القنوات الأخرى تاع الصحافة الآخر، شوفوا كاين القنوات تاعكم من مستواكم. أيا تربحوا كوشيفو. السلام عليكم والسلام على الأحرار. كما وعدتكم باللي الراسل عند مجد تبون في موضوع عبد السميع عبد الحي بعد ما صدر حكم تأييد المحكمة الأولى الابتدائية، تأييد حكم 3 سنوات سجن، بعثت رسالة اون ريكوموندي افيك لا كوزين دو ريسيبسيون. هاو لا كوزين دو ريسيبسيون قدامكم تشوفوها. دونك وصلت للسفارة، السفارة ما فيها حتى شك، بعثها للرئاسة. يبقى درك نستناو الرئيسة، أكثر من 15 يوم ما جاني حتى رد. إذا وصلت للرئاسة وما حبوش يمدوها له المتملقين هذوك تاع المستشارين، راهم قاعدين يسيئولو، راهم يضرو فيه. وإذا وصلت له ما حبش يقراها، وإلا قراها وما دارلهاش حساب، حنا كاين طرق أخرى. المهم أنا نزيد له 8 أيام بعد نشر هذا الرسالة على اليوتيوب وعلى موقع monjournaldezet.com، هاهو مكتوب عندكم لتحت، نزيد له 8 أيام باش يجيني يرد. رسالة كتبتها بألفاظ مهذبة بدون قساوة بدون قدا بلا زعاف كما يقولوا، وبديتها له بآية قرآنية وحديث قدس باش نذكره مادام هو يتكلم بالدين ويتكلم بكدا. هادي كاسي ذكرك بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والحديث القدسي يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. واحد اللي يقرأ هذا يشوف ربي سبحانه قدامه واليوم اللي راح يتحاسب فيه. وذكرته له الرسالة راهي موجودة نصها كامل والوثائق تاعها كامل راهي على موقع monjournaldezet.com. نذكره في الرسالة باللي قضية عبد السميع عبد الحي قضية مفبركة ضدي أنا شخصيا من طرف صحابه اللي من قبل، سعيد بوتفليقة وطيب لوح وجنرال الهامل، هذو اللي كانوا داروا لها. والقضية ماتت وعاود حياها سي زغماطي لأنه هو الأول اللي كانوا يحرشوه، كان أداة ذاك الوقت كان أداة ما بين يديهم، حركها 7 سنين من بعد. دونك أنا عطيت الوثائق محضر تاع قاضي التحقيق، محضر سماع، وين يقول بلي غادرت المكتب تاعو حر، لا عمل لي رقابة قضائية ولا نحالي باسبور ولا دار لي مغادرة التراب الوطني ولا دار لي حبس احتياطي كيما طلبوا
طلبته النيابة، النيابة طلبت الحبس الاحتياطي. ايه هذا هذوك الانذار تاع حنا نقولك دخل زير وتكلم، ايه باش حاسم يبغى كيفك، حاسم من يسمع ندخل باش يدكوني ياك، لا لا هنا باش نمرضهم كاع. فوالا بعث له نسخة تاع المحضر، بعث له نسخة تاع الجواز السفر، نشوف باللي كاين الختم تاع شرط الحدود تاع الجزائر تاع تونس، لما دخلت تونس عبر الحدود الترابية، وتاع مطار تونس لما غادرت يومين من بعد. توتي كلير. وقلت له لو كنت مسافر بدون جواز سفر كيش راح نخرج من تونس؟ علي ولا لانه لما تمنع واحد المغادرة التراب نحيلو الجواز. وزيد اقول له سيدي ما نحيتليش الجواز، انا هربت من زير بصح باش دخلتوش ما يتبعوليش وكما يشوفوش الختم تاع الشرطه تاع الحدود تاع الجزائر. ونزيد لك اذا كنت هكذاك وعلاش عطيني جواز سفر في 2017؟ كيفاش عطيني جواز سفر مادام انايا ما عنديش جواز جددتو لي الجواز؟ شفت كيفاش؟ إذن حكاية في بركة. عبد السميع عبد الحي حكمته كصحفي في جريدة يوم الجورنال اللي خرجوا قلب النظام، وزيد كصحفي في المغاربية لأنه لما جاء فرنسا. وعبد السميع عبد الحي كما قلت في الرسالة ما يديرش البوليتيك وما يهمش عليه، عاد على صحفي لا اكثر ولا اقل. ولا بروف مسكين امن، وقلت له هذا من الناس اللي امنوا بالخطاب ديالك وبالوعود ديالك. ونهار كي قالوا له اخواني ودي ما تروحش، قالوا لا نروح وخلي يحاكموني على بالي ما كان والو، باسكو على بالي بروح ما عنده والو. شوف لي امن سي تبون. نتمنى وحنا كنو غالطين يا سي تبون، ماشي نتا اللي كنت وراء هادشي، وانما ناس حبت صابوتيك وداروا هذا. هانا خبرناك اليوم اتخذ اجراءات، قلت اتخذ اجراءات لاني في الرساله ختمتها وقلت لك انا في حاله وين ما تردش عليا عندي حل اخير، ما تحتمش عليا باش نروح نشوف مؤسسات دوليه، تحتمش عليا. هيا كتبتها جوز اسبيري vous avoir convaincu avec des faits dont les témoins sont encore en vie et surtout par des documents dont vous pouvez récupérer les copies auprès de l'appareil judiciaire, le PV d'audition du juge d'instruction et les fiches de la police des frontières. Donc, on lui a dit, قناعتك بوثائق اللي تقدر تجيب النسخة الأصلية منها من عند جهاز القضاء، مثلا محضر سماع تاع قاضي التحقيق، تجيبو وتشوف باش تقول راني مصور، وتجيب لي فيش دو بوليس دي فرونتيير. قلت له جو فو لاس فاس ا فوتر كونسيونس ان اتوندون دو ريبوندر دوفون ليترنيل بويسون لو جور دو جوجمون ديرني بور لوي دير كو فوز افي ريباري اون انجوستيس كوميس سو فوتر رين ا فوتر انسيو. انا خليك مع ضميرك في انتظار انك تجاوب العالي القدير نهار المحاكمة الكبيرة باش تقول له بلي راك صلحت خطأ تاع ظلم تندار في عهدك وانت ما كنتش على بالك بيه. وهكذا عبد السميع عبد الحي وزوج من الرفاق ديالو تعطوهم لي ديدوماجمون تاعهم، تعوضولهم تعوضولهم الايام اللي عداها في الحبس بدون اي سبب. Et si l'Algérie nouvelle que vous promettez, monsieur le président, est celle qui prend le relais de celle dont j'ai toujours dénoncé la hagra, la prédation, l'injustice et la gouvernance par un pouvoir occulte qui n'a pas le courage de s'afficher publiquement, considérez cette lettre comme si elle ne vous a pas été adressée. Ida,
الجزائر الجديدة اللي انت وعدت بها ما هي إلا امتداد للحقرة والنهب والظلم وحكم القوى الخفية اللي ما عندهاش شجاعة باش تظهر. إذا كانت هذه الجزائر هك اعتبر باللي الرسالة هذه ما جاتكش، وبالتالي الظلم هذا اللي راهك انت تولي مسؤول عليه راح تتحاسب عليه يوم غدوة قدام اللي يعرف يعطي لكل ذي حق حقه. ونختمت الرسالة كما بديتها بآية قرآنية: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. هذه الرسالة اللي بعثها إذن للتبون. إذا بعت من أيام ما جاني حتى رد، وهذا ماهوش تحذير وإنما تبليغ. نبلغوا، أنا ما نشتغل نعرفوا كيفاش تعاملوا معكم، نعرفوا نستعملوا باش ما يقولوكش راهو قباح وراهو يتهدد. ما نهدوا ما والو، نقولوا هاوليك جايينكم بآيات قرآنية وجايينكم بالتي هي أحسن. شو نقولكم؟ راكم ظلمتوا. الظلم هذا إذا ما كفرتوش عليه اليوم تحاسبوا عليه غدوة. واليوم كاين جهات اللي نلجؤوا لها، والعيب ماشي على اللي تظلم ولجأ إلى المنظمات الدولية، إنما العيب على الظالم واللي ما حبش يسمع وما حبش يعود رشده وما حبش ينحي الظلم. العيب عليه ماشي على المظلوم اللي يمشي للمؤسسات الدولية. وزلنا نمشوا لها ونتمنى ما نمشوا لهاش، نتمنى ما نمشوا لهاش. رسالة هذه اليوم صارت علنية، ماذا بكم تروجوا لها، ماذا بكم تبارتاجوها ماكسيموم باش الناس جات تسمع بها، باش الناس تعرف باللي عبد السميع عبد الحي راهو مظلوم 1000%. وماشي عليه ماشي المظلوم والمتهم هو اللي يثبت براءته، احنا رانا ثبتنا البراءة هاي، ولا المظلوم هو اللي يثبت في البراءة تاعو، في حين المفروض اللي يتهمه هو اللي يثبت، يثبت العكس. كل شيء راه قدامكم، واللي معروف انه العدالة الجزائرية ما ظلمت غير عبد السميع عبد الحي، ظلمت الكثير. اليوم جبنا انكا كونكري، بينا انه هذا السيد راهو مظلوم، جبناها كونكري. اوكي، شكرا لكم، شكرا لحسن المتابعة، شكرا للإخوان كامل يعني وعلى التشجيعات، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.